هل كان الحسن الثاني لا يطيق مكانا واحدا؟ وهل كان محبا للسفر كثيرا؟ سافر عبر اليخوت الجميلة والطائرات الخاصة والقطارات والسيارات، كان دائما التجوال. أي الأمكنة كانت تستهويه؟ هل كان بالفعل كما يقال الحسن الثاني كان ملكا رحالا؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة، ابقوا معنا ودعموا القناة. كان لدى الحسن الثاني 20 قصرا رهن إشارته، موزعة على مدى المدن المغربية من طنجة إلى أكادير، ومن مراكش إلى إفران، مرورا بالدار البيضاء. قصور كبيرة بعضها كان حميميا، قصور في ملكية الدولة، وقصور أخرى أو فيلات مصممة على أنها قصور مخبأة خلف أسوار ضخمة، محروسة ليلا ونهارا من طرف رجال مسلحين. كما كان يملك إقامات فاخرة بالخارج، منها اثنان على الأقل بفرنسا، هي أرمان فيلي في الضاحية الباريسية، وبها 100 غرفة، وإقامة بيتس على الأقل أقل شساعة نسبيا. إن القصر الأكثر أهمية وإن لم يكن المفضل هو ذاك الذي يوجد بالرباط، فهو رمز عمراني لسلالة السلاطين الدولة العلوية الحاكمة. ويتعلق الأمر بمدينة قائمة الذات بأزقتها وشوارعها ومصحة ومقبرة ومزارة وثانوية وإسطبل ومسبحين وملعب غولف به 18 حفرة وملاعب كرة المضرب وفيلات وغابة وسجن. إنها مدينة غافية ومهجورة، ينحصر وجودها في الغالب ضمن الخرائط السياحية في بقعة بيضاء غامضة، بقعة محروسة جيدا. فعند أي واحد من أبواب القصر تم حراسة مشددة، فهناك يلتقي بشكل متزامن رجال الأمن الملكي والمظليين وعناصر الألوية الخفيفة للأمن التابعين أيضا لقيادة الجيش، وخدام القصر المخزنية أو الفرارج ديوك كما يلقبون لارتدائهم الشاشية الحمراء والبدلة البيضاء. وما خفية كان أعظم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.